محمد الشرنوبي جمهوره بيزيد يوم بعد يوم، وده كان واضح جدا لما كل تذاكر حفلته خلصت قبل الحفلة بأيام، والظاهر انه الحفلة هتكون بداية قوية للشرنوبي. محمد الشرنوبي قدم اول حفلاته بنجاح كبير، لكن ايه اللي كان مخوفه لما طلع على المسرح؟ ما كنتش عارف ان انا اخاف بالشكل ده، ما كنتش عارف ان انا هتوتر كده، والحمد لله عدت على خير وكانت كويسة والحمد لله يعني. اما انا مهما جرى هفضل اصون عند الهوى. فريق عمل كبير بيشتغل مع شرنوبي، مين بيختار الاغنيات اللي بيقدمها للجمهور؟ انا وساره قعدنا اتفقنا ايه البروجرام اللي هنعمله، وقعدنا عملنا الاغاني ورتبناها، وشاركنا المايسترو هاني فرحات فيها، وقعدنا اخترنا احنا الثلاثه الاغاني ورتبناها، وكانت زي الفل تمام يعني، الحمد لله كانت كويسه على مصر. بعد نجاح النفسيه بيحضر شرنوبي الالبوم جديد، في مفاجات كتير وفي حاجات حلوه كتير، وفي حاجات الالبوم هيبقى شتوي ان شاء الله، ينزل في الشتاء. عمر الشريف وفات اللمع عايش وسرع في الوادي، وساعات حسن اللي كانت أجمل واحدة في الدنيا دي، سمعة ودم والشربات حكايات حب وزينات، والكلمة اللي ما تنزلش الأرض تنزل المرة.